أكيد طبعاً. بليغ هو اللي قالك تملي دماغ الواد الغلبان ابني اللي ملوش خبرة في أي حاجة وتفهميه إنه هو عايش في سجن وإنه لازم يمشي ويبعد عن أمه اللي عايش معاها اللي عاملة زي الشيطان دي. أنت بتكتبي إيه يا بت؟ ولا حاجة، كملي حضرتك. أنا خلاص خلصت. بصي يا أسرية هانم، مش بليغ اللي طلب مني أقول كده لطارق، أنا اللي قلت له كده من نفسي. يخرب بيتك يخرب بيتك أسخم وأضل. هو أنت فكرك إنك هتعصبني عليا وأنا هعديها لك؟ مش تفهمي الأول أنا قلت كده ليه؟ عادي، هو كده فينا الشر. لا على فكرة مش كده خالص. طارق جالي هنا وكان متضايق ومكتئب ومخنوق، فأنا نصحته يعني يبعد عنكم شوية عشان يقدر النعمة اللي هو عايش فيها. النعمة؟ أو النعمة عشان يعرف قيمتك ويقدرك ويعرف قد إيه كان قراره غلط إنه يبعد عن البيت. هو أنت في أم زيك؟ ولا في حنيتك؟ ولا في طعامتك؟ ولا في أخلاقك؟ مفيش. مش كده والنبي؟ آه، أصل أنا كنت عايزاكي تيجي فقلت أبعتلك مع بليغ عشان أنا قلت بليغ؟ هو البلاوي قص البلاوي. بقولك إيه؟ ده مولعاتي قص البلاوي، لكن وديني النبي على جثتي إيه؟ إنه يقف بيني وبين عيالي بيعصيهم عليا الواطي. حاضر حاضر، إهدي 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 إهدي. أيوه 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 أيوه، مفيش. أنا كنت عايزة بس أقولك حصل إيه مع طارق مش أكتر. بس طبعاً واحدة في ذكائك وفي نباهتك وفي حنيتك وفي شياكتك وجمالك أكيد كانت هتعرف لوحدها وتجيلي من نفسها. أيوة. اوعاكي تكوني بتكيسيني يا بت. لا يا مدام يسرية خالص والله لا. بصي يا مدام يسرية، والله طارق هيرجع لك من نفسه، بس استني شوية. صحيح؟ آه. بس قولي لي حاجة. نعم. تعرفي إيه عن بليغ؟ واطي وملوش خير في أهله وسابنا وسافر وعايز يرجع ياخد كل حاجة ويتكوش على كل حاجة، لكن ورحمة جوزي الطاهر الجدع اللي ما بيقبلش قرش حرام وأنا زيه وحج 4 مرات لحفضل في ظهره عاملة زي الشوكة ويوريني هيعمل إيه.